السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد على القناة. في فيديو اليوم سنشرح طريقة إظهار كلمة سر الواي فاي المتصلة بالحاسوب على نظام ويندوز 11. أول شيء نذهب إلى زر ابدأ، ثم نختار في خانة البحث ونبحث على كنترول بانل أو بانو دو كونفيغوراسيون. بعد ذلك نختار أيقونات كبيرة، ثم نذهب إلى الشبكات، نجد الشبكة المتصل بها، نضغط عليها ثم نختار الخصائص من هنا، ونذهب إلى الحماية. عندما نعلم على هذه الخانة تظهر لنا كلمة السر. هذه هي كلمة السر الخاصة بالواي فاي. كان هذا شرح سريع وبسيط لكيفية استخراج كلمة سر من الويندوز 11.